السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحلى متابعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يوصلكم الفيديو نتوما في أحسن الأحوال. اليوم جبت لكم خبيرات. هما الأول صوفيا تفرقت مع الزوج ديالها، هادشي عرفناه من خلال الفيديو اللي نشرته في التيك توك. كتهدر كتدير واحد الموسيقى على أنها واش سيليباتير ولا مرتبطة. دارت لهم بلي انها تفرقت معاه، وبالفعل في لاباج ديالها انستغرام حذفات الصور ديال الزواج ديالها وحذفات اي حاجه كتعلق بالزوج ديالها. هادشي اللي خلى الناس كلهم كيقولوا على انها تفرقت مع الزوج ديالها اللي كانت قالت بين قوسين عمركم ما تشوفوا طرف منه، عمري نبينو ليكم، هي المدلولات بعدو على راجلي، كذا 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 كذا. راهم تفارقوا وماشي بزاف باش تزوجوا كاع مده قصيره. هادشي اللي كاين. حاجه ثانيه، عفراء وراجلها كانوا نشروا صور ديالهم، وبانت عفراء بحال حامله. ما عرفتش واش خبر صحيح ولا لا، ولكن في الصور كتبان انها حامل، والله اعلم الا كانت حامل الله يثبت الغرس الله يكمل عليها بخير. ومهم داكشي، وانا ما كانش ما حاملاش الله يسهل عليها ويسهل على الجميع يا رب. خبر الثالث، رانيا فلوغ هي اخت حمد، علنات على الحمل ديالها في واحد الفيديو في القناه ديالها في اليوتيوب، وقالت بلي انا براسها تفاجات وكانت شعواله، والراجل ديالها زوج ديالها حتى هو فرح بالحمل ديال الزوجه ديالو، ولكن صدمه وطام ماركو برا وهي اسماء بيوتي. انا تصدمت بزاف ملي سمعت ان سيبتها رانيا حامله، تصدمت حتى هي وما عجبهاش الحال. ومهم هادشي اللي تقال انا نقرا لكم فقط التعليقات، الله اعلم ليها. المهم بزاف ديال الناس بقاو تيقولوا في التعليقات اللي شفت قال لك لا اسماء بيوتي حتى هي ما كرهاش هي تحمل، وانا يلا ولدات ويلا هذه حتى هي ما كرهاش انها تحمل. وصدمات ملي سمعت ان جا داك الخبر بحال صدمه، وصدمات ملي سمعتها حامله، ودابا حتى هي بغات حتى هي تحمل وقالت علاش لا، وحتى هي ربما غادي تلقاوها حتى هي حتى هي خصوصا من بعد ما، وخصوصا ان الفيديو اللي نشرات رانيا فلوغ ديال باش تعلن على الخبر ديال الحمل ديالها انها طلع في طوندونس، هو واقيلا الثاني ما عرفتش. المهم بحال هكا طلع في طوندونس، وهكا اسماء بيوتي ملي شافت ان الفيديوهات ديالها ما بقاش كيطلعوا في طوندونس، وما بقاش كتلفت الانتباه، وما بقاش زعما بقاش كيهضروا عليها الناس بزاف. وملي شافت نسيبتها طلع في طوندونس بقى فيها الحال بزاف، وما عجبهاش الحال. ودابا هادشي هذا غادي تشوفوها قريب، غادي تحط حتى هي شي فيديو، ولا غادي دير شي حاجه باش تغطي على داك الخبر، باش حتى هي تكتسح طوندونس المغربي. حتى هي بغات هكا وصدمات بزاف. هادشي اللي تكال في التعليقات عند رانيا فلوغ. مهم دابا انتهينا من هاد الاخبار اللي كانت، وهاد التبرقيقات نتلاقاو في تبرقيقه اخرى خبيره اخرى. تهلاو في راسكم، وما تنساوش ديروا لايك كومونتير. الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالنا ديروا سبسكرايب للقناه، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. تهلاو في راسكم بزاف.